قفاز على الجبل، عندنا قفازات كتير. لا يا غريبة غريبة يا وبس الصبح بفوق الصراحة، بس مش هلا، مش برمضان، ممكن برمضان وقت، مش اليوم اللي فتحت فيه التوقيت. قبل 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 Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. مش حاطة فلتر سالي، طلعت عادية. يعني شو بدي أطلع مثلاً أنا؟ طبعاً بدي أطلع عادية، بنت زي زيكم. Now take my hand, stop and find the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets. أو الظهر واحدة واحدة هيك منيح. Guys, word, 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 word. طيب ما ضل شيء، ثلاث مرات وين بدين ما بدين. نعيم شكرا. شغلة فاصلة، إذا خسرنا وحياة الله سكوره على التريبل سهل والله، يعني 10,000 منسكر ملفه في السكور، يعني صقر، يعني إيش مالكم جايز تريبل؟ All the times that you in all the clubs you get in music. لازم اهايط. وين وضعك؟ ايش وضعك؟ مين؟ لحظة شوي. مين؟ لحظة شوي. عبد عواد؟ وينك يا عبد عواد؟ صار بدك اسد يا عبد عواد. لو معك اسد ما كنت بتدخل تيك توك. والله كفى عبد، ما صراحة اليوم يعني هو كان يفوزني كل الجولات، فعادي يعني خلص عبد. ثانك يو. كفو الدعم ما قصر والله، كفو. اذا كان عندي وما عندك، لبنى، سام، امل، شكرا كثير. اسمعي، بدك شوفي عم نلعب طناخه، لا تجحفلي، بدك تجحفلي احكي لي. هاي الفاصله بنلعب كيف ما بدنا. لا عم نلعب طناخه، خلي اللعبه حلوه. اذا هو كفو ينزل الحين، ما ينزل اخر شيء. يا اخي الجحفله ما حلوه. بحكي لك انت فزت، اخذت 3 قفازات، احنا فزنا ولا حتى شكوش طلع لنا. النية يا صاحبي بتلعب دور. جايز بالكم اخر ثواني. اسمعوا انتوا بالله عليكم ما نخسر، بس حرام سكورنا عالي. بتعرفوا اسمعوا، اذا تجحفلنا باسد لحتى يجيب الجوله، فنحن 31، هي اذا جاء اسد راح تصير. It's
Still hit my phone up. And baby I've been moving on. يلا ايش احكامك؟ لحظة شوي شوف، أخذنا قفازين. أخذنا 5 قفازات من ورا وجهك. وربي كفو يا جماعة، مين أخذ قفاز؟ لحظة شوي نشوف. طب لبنى، أصدقائي لبنى وسام، لبنى وسام عاش والله، ما قصرتوا. لبنى، لبنى، سام، أمل، والله حب كبير، شكرا كثير. يلا أحكم الأول، في حكم أنا صار لي من زمان مشتاق أشوفه عليك وأنت ما عم تسويه. لا أموت ما بسوي. عرفتي؟ قصدك أشبك شهادة وأحط شوارب صح؟ ايه بليز. لا لا، إذا بدك بحط شوارب بس بدون ما أشبك حواجب. يا بنت ترى لا لا ترى هو ترى الشوارب أصعب. عادي بحط شوارب ما في مشكلة بس ما بشبك حواجب. ايش بك يا حواجبك، وحطي هون شامة وغني لا قلب قلب. لا لا no way no way no way. شو تعليق غريب، في تعليق غريب يا جماعة طلعان، حط اسمه الأسد، شو التعليق؟ طيب شو أعطيك أحكام؟ ما مش سالي غالي علينا. اسمك الجديد. ها؟ اوكي اسمع. بحط شوارب. ما في داعي. طب اسمعي، تحطي شوارب وبتشغلي غنية باب الحارة وبتغني عليها عادي. شو بس آه بس برسم شوارب مش بحطهم. اوكي الحكم الثاني اعطيني 3 احكام. الحكم الثاني صقر. شو صقر؟ شو يعني صقر؟ مريومة ايش يعني صقر؟ يعني تدعميني بصقر. الحكم الثالث. الحكم الثالث شو يا جماعة الأحكام هي؟ تغني هندي رمضان الكريم. تغني هندي كل الغنية كاملة حتى لو طولها 5 دقايق. طب أنا ما بعرف يعني مش حفظتها كاملة، حفظت بس مقطع قليل. مشكلتك. فحغني. تتغنيها كاملة حتى لو قلتي فور ايفر لايبل. قصدك يو اند مي توجذر نوثينج از بيتر. يلا اللي هي سيت فاير تو ذير. اوكي يلا
واو ما شاء الله عليك يا ساري، ما شاء الله. الله يسعدك يا نور والله. والله والله ورد 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 ورد، يخرب بيتك على جايز التحور. ورد 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 والله شكرا يا المخفي. الله ورد يسعدك يا جايز جماعة، ورد 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 ورد، جايز اسمعوا ورد بنجيبها ورد بالله عليكم. ورد ورد جايز تحور رهيب. ورد 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 سبتها 6 وردات. ايوه سريع سريع، 4 وردات. 6 وردات حرام حرام هيخرب بيتك على التحور الرهيب. طلعت لحقنا ولا نلحق؟ بس ما قدرنا نلحق، شو نسوي؟ نموت ما بنموت. بس لا ما شاء الله عليك، صوتك جميل. الله يسعدك يا نور والله. هاي جولة ايش؟ جولة سمع صوت بس. ها هل عشان فايزة؟ مأواك يا الله. ما اهتمينا يعني، بس من بعد هذه الجولة خلاص هتسكري؟ لا انا فتحت الصبح لانه اصلا، وهلا كمان خلص بكفي. انا شفتك الصبح يعني، اليوم فتحت لايف الصبح. بتعرف اني صرت افتح لايفات الصبح نور، انا بطلت افتح بالليل ترى. هو انا بدي اسالك، لايفات الصبح احسن ولا بالليل؟ كثير احلى واحسن مليون مره، الناس جديده، كل شيء صراحه. انسى الفيوز، الفيوز انساها على جنب. بس انت هلا خلينا نكون صريحين مع بعض شوي. هلا انا بفتح لايف، عندي اسباب عشان بفتح لايف. ايش الاسباب اللي انت بتفتح لايف تيك توك عشانها؟ انا ما عندي شيء لانه ده قاعد بالبيت 24 ساعه تعبت تسلى. اوكي انا احكي الصراحه، انا ولا شيء، عندي متابعين بحبوني، وانا اصلا يعني كتير 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 بحب، خلص ما بحب اقطعهم. و يعني لما تفتح الصبح بيجوا ناس جديده، بتعرف على ناس جديده، في يعني في هدوء، ما في اكسبلور بطريقه مو حلوه. والتوب بيكون كتير سهل، يعني كتير سهل تاخذ التوب 1. انا بفتح باخذ دائما توب 1 توب 3 دائما الصبح، هيك بيكون. اي ساعه قصدك الصبح؟ الصبح يعني انا بصراحه احلى بث حبيته الصراحه لما فتحت على 8 الصبح 9 الصبح حبيت. ومره فتحت على الوحده او تنتين الظهر برضه طلع بجنن، هذا كتير حلو. هدول بين هدول بس ما تطلع اكتر، 3 بصير مو حلو. افتح هاي. يعني من عندك من 8 للتنتين هدول حلوين، هيك بينهم. اوف والله غريبة، انا ما جربتها، جربت مرة بس كان العصر. جرب رح تحب والله. بكرة هتفتحي؟ الصبح؟ تفتح معي؟ رح افتح، بس المشكلة انه ما في حدا رح يفتح الصبح غير انتي. لا متعرف على ناس اجانب، بعدين بكون في ناس، ترى مين قالك فيه؟ بحكي معرفة عاد بخليه يفتح كمان معنا. طب متى رح تفتحي بكرة بتوقيت الاردن؟ بتوقيت الاردن بفتح بكرة انا ما عندي جامعة، بقدر افتح لكم بدري بكرة، يعني ممكن افتح على 11 12 توقيت الاردن. ست ساعة عندك هلا؟ هلا الساعة عندنا 12:47. يعني هي 12 11، يعني انا عندي الساعة 1 الظهر، نحن لانه عندي الساعة 1:47 زيادة عن ايوه افتح نفس التوقيت هذا، كثير كثير حلو. طيب خلاص بنجرب بكرة الصبح، والله إذا عجبني الصبح وبعيد عن الدراما الاكسبلور اسمع، وهيك بعيد عن الدراما، بعدين بتخلص لايفك خلص بالليل تعمل اللي بدك اياه، تخلص ما لايفك ما عندك شيء، ما في دراما، ما في مشاكل، هدوء، بتحكي اللي بدك اياه. اسمع انا بكون احكي اللي بدي اياه على لايف، والله ما حد بصور لا والمشكلة انا عندي طلعات مع رفقاتي، هلا من شوي دقوا لي رفقاتي تعال تسحر معنا كذا. بس انت عندك لايف؟ قلت لهم شبات، لا عشان هيك انا صرت افتح بدري، خلص بخلص اللي علي وبسوي شو ما بدي، بسهر مع عند خالاتي، بسهر عند بنات عمي، بعمل اللي بدي اياه، لانه اصلا تحس عليك اشي لما يكون مش عامل لايفك انت لسه. صح والله، راح اجرب بكره يا جماعه، بكره راح افتح لايف. راح تحب، راحه نفسيه والله راح تحب. وبعدين منها بتتعدل نومتك، يعني انا تعدلت نومتي هلا، صرت انام هلا بدري، اصحى بدري لحالي، اصحى افتح لايف. والله راح اجرب، لانه بدي اروح اتسحر مع رفقاتي. ما تسحرت يا شيخه؟ بدكم يعني افتح 9 الصبح؟ والله افتح، والله اذا صحيت لافتح. خلاص قبو ساري، يلا دير بالك على نفسك وبشوفك ان شاء الله. يلا باي باي.